أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درس اليوم هو الدرس العاشر من المستوى الأول في اللغة الألمانية A1. في الدرس السابق تعلمنا أفعال الكينونة وأفعال الملكية في المضارع، في الماضي البسيط، في الماضي التام، وفي المستقبل. في هذا الدرس سوف نتعلم الجمل الاستفهامية وأدوات الاستفهام. طبعاً بالنسبة للأخوة والأخوات الذين يشاهدون يعني هذه الدروس لأول مرة، يجب عليهم أن يبدأوا من الدرس الأول. يعني إذا رأيتم هذا الفيديو لأول مرة فهذا هو الدرس العاشر، فحتى تستطيعوا المتابعة يجب أن تبدأوا من الدرس الأول. فأنا يعني أضع تحت كل درس دائما الدروس السابقة. فلنبدأ. يوجد هناك نوعان من الجمل الاستفهامية. النوع الأول يسمى Wie Frage أو Frage Wort، والنوع الثاني يسمى Satz Frage. فسوف نبدأ بـ Wie Frage، وهذا يعني توجد كلمات، وهذه الكلمات تبدأ دائما بحرف V، فلذلك نسمي هذا النوع من الجمل الاستفهامية Wie Wort أو Wie Frage. وهذه الكلمات هي Wie يعني كيف، was ماذا، wo أين، wann متى، warum لماذا، woher من أين، wohin إلى أين، wer من. هنا wer هي معناها من، والجواب دائما يكون الفاعل، و wem معناها أيضا من، ولكن الجواب دائما يكون مجرور، و wen معناها أيضا من، ولكن الجواب دائما مفعول به منصوب. طبعا هذه بعض الكلمات التي تبدأ بحرف V، يعني توجد أيضا كلمات أخرى كثيرة، ولكن هذه هي أهم الكلمات التي ممكن أن نتعلمها في البداية، وإن شاء الله في دروس قادمة سوف نتعلم أيضا الكلمات الأخرى. فلنعطي أمثلة. Wie geht's dir؟ Wie geht's dir؟ كيف حالك؟ الجواب Mi geht es gut. Mi geht es gut يعني أنا حالي جيد. Was؟ Was machst du؟ Was machst du؟ ماذا تفعل؟ Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. أنا أتعلم ألماني. Wo؟ Wo wohnst du؟ Wo wohnst du؟ أين تسكن؟ Ich wohne in München. Ich wohne in München. أنا أسكن في ميونخ. Wann؟ Wann hast du Geburtstag؟ Wann hast du Geburtstag؟ متى عندك عيد ميلاد؟ Ich habe am 1. Januar Geburtstag. Ich habe am 1. Januar Geburtstag. يعني عيد ميلادي في الأول من كانون الثاني. Warum؟ Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen؟ Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen؟ لماذا لم تذهب إلى العمل؟
Weil ich krank war. Weil ich krank war. Lernen kontumariert. Woher? Woher kommst du? Woher kommst du? Min aina anta, au min aina anta qadim. Ich komme aus Palästina. Ich komme aus Palästina. Ana min Philistin. Wohin? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ila aina anta dhahib. Ich gehe zum Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Ana dhahib ila mahattat al-qitarat. Wer? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Man hadratuk. Ich bin Herr Schneider. Ich bin Herr Schneider. Ana as-Sayyid Schneider. Yani ismuhu Schneider. Min a'ilat Schneider. Kama qulna huna wer. عندما نسأل where فالجواب دائما فاعل wem wem gibst du die Tasche wem gibst du die Tasche يعني من تعطي الحقيبة أو لمن تعطي الحقيبة ich gebe meinem Bruder die Tasche ich gebe meinem Bruder die Tasche يعني أنا أعطي أخي الحقيبة. فكما قلنا هنا ويم عندما نسأل ويم فالجواب هو داتيف يعني مجرور. فلذلك قلنا هنا ich gebe meinem Bruder. Bruder اللي هو الأخ و meinem هو ضمير للملكية وهنا وضعنا إم بالنهاية فقلنا ماينم لأنه وقع بالداتيف المجرور برودا يأخذ أداة تعريف ديا وديا تصبح بالداتيف المجرور تصبح ديم فنقول هنا ماينم فطبعا يعني لن أشرح عن هذه القاعدة كثيرا في هذا الدرس ولكن في دروس قادمة إن شاء الله سوف يعني نعمل دروس خاصة عن الحالات الأربعة الداتيف أكوزاتيف وأيضا عن الجينيتيف ونوميناتيف وين وين هاستو هويته جتروفن وين هاستو هويته جتروفن يعني بمن التقيت اليوم الجواب يجب أن يكون أكوزاتيف يعني مفعول به. Ich habe meinen Freund Ahmed getroffen. Ich habe meinen Freund Ahmed getroffen. يعني التقيت بصديقي أحمد. وهنا قلنا meinen Freund. Freund هو مذكر يعني صديق يأخذ أداة تعريف der وder بأكوزاتيف المفعول به تصبح den وهنا mein mein هو ضمير ملكية وأضفنا حرف an لأن der بالأكوزاتيف تصبح den فنأخذ an نضعها بعد الضمير mein فتصبح meinen Freund getroffen التقيت به فطبعا كما قلت سوف نشرح إن شاء الله في دروس قادمة عن هذه القاعدة هذا بالنسبة للقسم الأول وهو في بوت أو في فراغة والآن سوف نأتي إلى القسم الثاني وهو زاتس فراغة زاتس فراغة يعني الجملة الاستفهامية فبالزاتس فراغة نبدأ دائما بالفعل عندما نسأل نبدأ دائما بالفعل على سبيل المثال trinkstu كافي trinkstu كافي يعني تشرب قهوة فهنا بدأنا بفعل trinken فطبعا قلنا trinkstu لأنه صرف حسب الضمير do
فقلنا trinkst du Kaffee؟ الجواب ja bitte, ja bitte, يعني نعم من فضلك, أو nein danke, لا شكرا. spielst du Fußball؟ spielst du Fußball؟ يعني تلعب كرة القدم. فبدأنا بفعل spielen فنقول spielst du Fußball. الجواب ja, ich spiele Fußball. ja, ich spiele Fußball. نعم أنا ألعب كرة القدم. أو nein, ich spiele keinen Fußball. nein, ich spiele keinen Fußball. لا أنا لا ألعب كرة القدم. magst du Musik؟ magst du Musik؟ هل تحب الموسيقى؟ هنا magst هو يأتي من فعل mögen. mögen وصرف حسب الضمير دو فنقول magst du Musik. الجواب ja, ich mag Musik. ja, ich mag Musik. يعني نعم أنا أحب الموسيقى. أو nein, ich mag keine Musik. nein, ich mag keine Musik. لا أنا لا أحب الموسيقى. وهنا وضعنا كلمة keine للنفي. فكاين هي لنفي الأسماء فقط. وهكذا. يعني Satzfrage دائما تبدأ بالفعل والـ wie Frage أو wie Wort تبدأ دائما بهذه الكلمات التي تبدأ بحرف الـ V. هذا كان درس اليوم. في الدرس القادم سوف نتعلم قاعدة أكوزاتيف هو المفعول به مع أدوات التعريف. شكرا لكم وإلى لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله.